بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نتكلم عن درس جديد، التقنية الاعتيادية للضرب دون احتفاظ، درس رقم 23 المستوى الثاني. إذن نلاحظ هذا العمود، إذن هذا العمود يتكون من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذن 10. نفس الشيء بالنسبة للأعمدة التالية، إذن في العمود الأول 10، العمود الثاني 10، العمود الثالث 10، إذن لدينا 3 أعمدة، رقم 1، رقم 2، ثم رقم 3. كل عمود يتوفر على 10 تربيعات، إذن 10 تربيعات، إذن كل عمود يتوفر على 10 تربيعات. نلاحظ العدد 10 تكرر 3 مرات، إذن 10 و10 و10، ثم 10 ثم 10. لحساب مجموع هذه تربيعات هذه الأعمدة، إذن لحساب مجموع تربيعات هذه الأعمدة، إذن نكتب 10 زائد 10 زائد 10 تساوي 30، إذن لدينا 30 تربيعة. إذن نكتب 10 في 30 تساوي 30، إذن ضرب أي 10 تكررت 3 مرات، إذن 10 في 3 تساوي 30، 10 في 3 تساوي 30. نلاحظ الشكل الثاني، إذن لدينا عمودين يتكون من 10 أعمدة، إذن 10 بالنسبة للعمود الأول، 10 بالنسبة للعمود الثاني، إذن لدينا عمودين، إذن هنا 10 تكررت مرتين، نلاحظ أن العدد 10 تكرر مرتين، إذن 10 زائد 10 تساوي 20، إذن نكتب 10 في 2 تساوي 20، 10 في 2 تساوي 20. إذن نلاحظ الشكل الثاني، إذن لاحظوا معي جيدا، إذن لدينا 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 10 10، إذن العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، ثم السابع، إذن هنا تكررت 7 مرات، إذن نكتب 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 7 مرات، إذن نحصل على 70، نلاحظ العدد 10 تكرر 7 مرات، إذن نلاحظ 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 تساوي 70، إذن نكتب 10 في 7 تساوي 70، تساوي 70. إذن الشكل الآخر لاحظوا جيدا، نلاحظ العدد 10 تكرر 6 مرات، نلاحظ 10 تكرر 6 مرات، 10 زائد 10 زائد 10 6 مرات تساوي 60، إذن 10 في 6 تساوي، إذن نكتب 10 في 6 تساوي 60، نلاحظ كذلك، إذن الكتابة 10 زائد 10 كما رأينا في المثال الأول، 10 زائد 10 زائد 10 تساوي 60، ونكتب كذلك 10 في 3 تساوي 30، إذن هنا 10 زائد 10 تساوي 20، ونكتب 10 في 2 تساوي 20، إذن 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 7 مرات تساوي 70، ونكتب 10 في 7 تساوي 70، إذن المثال الأخير 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 تساوي 60، ونكتب 10 في 6 تساوي 60. هناك إما كتابة جمعية أو كتابة ضربية، إذن نقوم بإنجاز هذه التمارين، 10 في 4 كم تساوي، 10 في 5 كم تساوي، ثم 10 في 8 كم تساوي،
10 في 9 كم تساوي؟ إذن من خلال الأمثلة التي رأينا سابقا، إذن 10 في 5 تساوي 50، كذلك 10 في 4 تساوي 40، ثم 10 في 9 تساوي 90، 10 في 8 تساوي 80. مثال آخر، لدينا هذا العدد 232 مضروبة في 3، إذن لحساب 232 في 3 تساوي، إذن 3 في 3 في 2 6، إذن قمنا بتلوين الوحدات باللون الأحمر، العشرات باللون الأصفر، والمئات باللون الأزرق، والعدد المضروب هو باللون الأخضر، إذن 3 في 2 6، 3 في 3 تساوي 90، 3 في 30 30 تساوي 90، 3 في 2 كذلك في 200 هنا، إذن 2 هنا تمثل مئات، إذن 200، إذن 3 في 200 تساوي 600، المجموع هو 696. نلاحظ إذن هذا الجدول يبسط لنا عملية الضرب، إذن نلاحظ 3 في 2 6، 3 في 2 6، 3 في 30 90، 3 في 30 90، إذن 3 هنا تمثل العشرات، إذن هي 30، إذن و 3 في 200 600، إذن 3 في 200 600، المجموع هو 696. مثال آخر، إذن لدينا العدد 143 في 2، 143، إذن لدينا 2، 3 في الوحدات، 4 في العشرات، إذن ستصبح 40، 1 في المئات ستصبح 100، إذن 2 في 3 6، 2 في 3 6، 2 في 40 80، 2 في 100 200، إذن المجموع هو 286، 6 زائد 0 زائد 0 6، 8 زائد 0 8، 2 زائد لا شيء 2. إذن نستعين بهذا الجدول للحصول على الأجوبة، إذن 2 في 3 6، ونكتب 6 تحت الوحدات، 2 في 40 80، ونكتب 80 عند العشرة، 8 عند العشرات، 2 في 100، 2 في 100 200، ونكتب 200، إذن المجموع هو 286. نشكركم.